عن ذلك أيضا ضيفنا من نيكوزيا ماريو هاجي كيرياكوس المحلل الاستثمار الأول في اكس ام. أهلا بك ماريو. يعني ما يحدث الآن طبعا من تحركات في ما يسمى بالملاذات الآمنة أو ما اعتدنا أن يكون ملاذات آمنة على مدار التاريخ ربما محير بعض الشيء البعض، يعني لا يعرف هل اليوم مثلا في ظل دورة التجديد السياسة النقدية تصبح السندات الأمريكية هي الأكثر جاذبية، الذهب يفقد جاذبيته مع ارتفاع معدلات الفائدة، أم أنه في ظل الحالة الجيوسياسية يجب أن تتغير فكرة الملاذ الآمن إلى مثلا القمح والمنتجات التي تنتج من روسيا وأوكرانيا لأن الأزمة الجيوسياسية تؤثر، هل تغيرت المعادلة أم أنه الملاذ الآمن يبقى ملاذا آمنا؟ مرحبا. إذن الآن هذه التوقعات محيرة في التحوطات في الحقائب، لأنه بشكل التقليدي كان هناك العوامل التي كانت منفردة وليست مختلطة مثل الآن، لأنه بشكل التقليدي كان المستثمرون ومديرو المحافظ يتركون هذا التجديد أو هذا التركيز على الحقائب المتنوعة، ولكن الآن في هذه البيئة هناك الفوائد التي ترتفع، ولكن إذا ما فقط حدينا نفسنا في السندات وهذه الحقائب التي ربما تضمن القيمة ربما سنخسر أو كنا قد خسرنا الأموال منذ بداية هذه السنة. الأمر مثير للاهتمام لأنه في الآن الخانة عينها هناك الفوائد الإضافية أو المرتفعة التي تفيد بعض المستثمرين الآخرين، ولكن لماذا؟ لأن هذه الفوائد ترتفع عالميا، ولكن في اليابان ربما تختلف الأمور بالنسبة إلى نسبة ارتفاع الفوائد وكل الدمار الذي قد يلحق بذلك. الأمر ليس مثاليا، ولكن الآن هناك هذه الأدوات التحوطية التي أهمها الذهب. الذهب الذي ربما لن يؤدي أداء إيجابيا في هذه البيئة، ولكن بين كل هذه الخيارات أظن أن الذهب يبقى الأفضل، لأنكم بحاجة إلى أداة تحوط تحافظ على القيمة. إذن الذهب بالنسبة لي هو الطريقة الوحيدة. طيب إذا كان يعني الذهب ربما خلال الفترة الماضية وخلال العام الماضي لم يمثل التحوط المثالي ضد التضخم، يعني العام الماضي مثلا كان أسوأ أداء للذهب سنوي منذ عام 2016 على الرغم من أن معدلات التضخم كانت تقفز بشكل كبير، لماذا نفترض أنه اليوم الذهب تغير في تغيرت صورته رغم أنه يعني هو لم يتفاعل إلا تقريبا بعد الأزمة الأوكرانية لاحظنا عليه بعض التفاعل، وحتى هو يعني لا يتضح عليه ملامح القوة لاختراق مستويات قياسية جديدة أو لاختراق القمة الحالية؟ الذهب كان مسطحا لأكثر من سنة، ولكن الآن لا أقول أن الذهب سيكون لديه الأداء الرائع في هذه البيئة، ولكن أقول إذا ما يجب علينا الاختيار بين الين السندات الأمريكية أو الذهب لخمسة أو 10% من التحوط في الحقيبة، ربما من الأفضل الذهاب إلى الذهب. لا أقول أن الأداء سيكون رائعا، ولكن ربما نسبيا بالحديث النسبي سيكون أفضل بالمقارنة مع العاملين الآخرين. طبعا السندات هذا يبنى أيضا على ما نشتريه من الشركات أو السندات إلى آخره، ولكن الحالة الآن تفرض علينا الحماية، نحن بحاجة إلى الحماية، ولكن أي حماية نتحدث عنها مع الأسعار والتكلفة؟ إذا من هذا المنظار أقول أن الذهب الآن أكثر استقطابا، ربما هذا لن يكون الأفضل كما سبق ذكرت، ولكن سيكون هناك هذه الحالة الآن للتوترات، إذن هناك حماية مطلوبة. طيب من ناحية أخرى ودعنا نتحدث عن ما يعني قد يسمى بالملاذات الآمنة الجديدة يعني لاستغلال هذه الأزمة، البعض يرى أنه يعني في أحد التحليلات هنا ربما تحليل شركة آي جي كان يقول أنه الوضع الحالي يعني معناه أن هناك نقص واضح في المعروض لا زال مستمرا على الأرض فيزيكال يعني على الأرض الواقع، هناك نقص واضح في المعروض في منتجات معينة التي تنتجها روسيا وأوكرانيا على رأسها القمح وبعض أيضا المعادن، وبالتالي شراء هذه المنتجات هي الآن هي العملة الصعبة فهي تمثل الملاذ الآمن. ما تعليقك على هذا الرأي؟
أنا لن أدخل في هذه المضاربات على المدى القريب. طبعا الإمداد كان مستهدفا وهذا ما أدى بالأسعار إلى الارتفاع، ولكن عندما نتحدث عن الملاذات هناك هذا الإمداد الذي سيبقى عائقا في المستقبل المنظور. هذا لا يعني أن الحالة في أوكرانيا لن تتحسن، ولكن ربما هناك هذه المفاجأة التي سنراها في بعض المصدرين الجدد الذي سنراهم. إذن لا أعتبر ذلك ملاذا آمنا، لأن هذه التجارة وهذه التداولات الآن هي تشهد تضاربات سريعة الأمد. أشكرك ماريوس هادجيكيرياكوس المحلل الاستثمار الأول في إكسام، شكرا جزيلا لك.